بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن اختبار هيئة التخصصات الصحية للتمريض أو ما يسمى بالسعودي نيرسينج بيومتريك إكزام. إن شاء الله راح أعطيكم مقدمة خفيفة عن هذا الاختبار، محتويات هذا الاختبار أو شركة المسؤولة عن هذا الاختبار، بالإضافة إلى طريقة التسجيل لهذا الاختبار، استراتيجيات الحل والنجاح، كيف تكون خطة للاستعداد لهذا الاختبار. الحقيقة كثير من الطلبة يظنون أنه هذا الاختبار تعجيزي أو أنه هذا الاختبار يفوق قدراتهم المعرفية وقدراتهم العملية، لكن نسبة النجاح في الآونة الأخيرة ما شاء الله يعني تفوقت على نسبة الرسوب. بالتالي الاختبار يحاكي جميع المستويات، يعني يوازن ما بين الخبرة العملية والخبرة المعرفية للممرض. والاختبار أبدا ما هو تعجيزي، كل ما عليكم يعني أنه الممرض أو الممرضة يشتغلون على أنفسهم كثير، يتعبون، يذاكرون، يجتهدون، وبالتالي راح يحصلون على النتائج اللي هم إن شاء الله متوقعينها ومتمنينها من خلال هذا الاختبار. اختبار البروميتريك. البروميتريك هي عبارة عن شركة عالمية متخصصة في إعداد وإجراء الاختبارات في عدة تخصصات طبية وغير طبية. طبعا موقعها على الإنترنت www.prometric.com. تقوم الجامعات بعقد اتفاقيات مع الشركة هذه لإجراء الاختبارات للطلبة. طبعا الشركة هذه تحتوي على بنك من الأسئلة وبنك من المعلومات، يحتوي على أعداد هائلة من الأسئلة، يعني يفوق يمكن 100,000 سؤال عندهم. بالتالي كذا تختلف الاختبارات، يعني ممكن صاحبتك اختبرت الشهر هذا وانت اختبرتي الشهر اللي بعده، تكون الاختبارات مختلفة عن بعض، ما تكون بنفس المحتوى اللي انت اختبرتيه تختبرت زميلتك. طبعا يتقدم الطالب الى احدى المراكز المعتمدة اللي هي هيئة التخصصات الصحية من اجل اجراء الاختبار هذا، لكن التسجيل يكون عن طريق الانترنت. بالنسبة لطلبة التمريض، اختبار البروميتريك في بعض المعلومات حول الاختبار في موقع الهيئة تقدرون تطلعون عليها وتتأكدون من هذه المعلومات لمعرفة طبعا التعليمات والطريقة والمراكز المعتمدة لتقديم الاختبار. بالنسبة لمعلومات الاختبار، يحتوي الاختبار على 175 فقرة، اختيار متعدد، مدة الاختبار ساعتان، لغة الاختبار اللغة الإنجليزية. طبعا متى تظهر النتيجة؟ تظهر النتيجة مباشرة بعد الانتهاء من الاختبار بفترة، يعني فترة زمنية. يتم إرسال نسخة من قبل الشركة بالنتيجة التي حصل عليها الطالب إلى هيئة التخصصات السعودية التخصصات الصحية، ويتم إجراء تصنيف للطلبة الناجحين. يجب على الطالب التدريب والاستعداد على كيفية إجراء مثل هذه الاختبارات قبل دخوله إلى الاختبار. لذلك إن شاء الله راح أعطيكم بعض الاستراتيجيات التي يمكنكم من إن شاء الله من معرفة طريقة الحل والنجاح في هذا الاختبار. يجب الاهتمام باللغة الإنجليزية والبدء بحفظ المصطلحات الرئيسية في التمريض. في رابط إن شاء الله راح أحطه لكم تحت الفيديو للأكاديميك وورد ليست لأكثر الكلمات التي تكون موجودة في الأسئلة، عبارة عن أكثر من 500 كلمة، لكن أنتوا شوفوا الموست كومن أو الأكثر استخداما، حاولوا توزعونها وتحفظونها خلال فترات معينة. التركيز على الجانب العملي برضو، إذا أنت كنت طالبة امتياز أو أنت كنت طالب امتياز أو لازلت تدرس تمريض، حاول تركز على الجانب العملي أكثر خلال نزلات المستشفى. حاولوا تشوفون حالات كثير، تأخذون معلومات من الملف عن المريض، تبحثون عنها بعد ما تأخذونها، تشوفون الأشياء اللي تكون abnormality عند البيشنت، تحاولون تفكرون إيش النيرسينج بروسيجر المناسبة لكل بيشنت. لا
لأنه الاختبار برضو يركز على الجانب العملي بنسبة 70%، يعني الجانب العملي يطغى على أكثر من 3/4 الاختبار. بالنسبة للمراجع، المراجع لا يوجد أي مرجع حقيقي أو أساسي للاختبار، لكن توجد تجميعات من اجتهاد الطلبة ودورات تدريبية، وفي قنوات برضو تيليجرام يكون فيها مناقشات للأسئلة اللي طرحت في الاختبار، برضو يكون فيها مناقشات لأسئلة موضوعة من قبل، بحيث لو كان في خطأ في أحد هذه التجميعات يتم تعديلها من خلال المناقشة. في برضو دورات تدريبية يقدمونها ممرضين معتمدين وذو شهادات عالية. طبعا نجاحك في هذا الاختبار سوف يؤهلك لخوض امتحانات أصعب. لكل ممرض أو لكل ممرضة يظنون أنه هذا الاختبار الفشل فيه يعني أنه أنت إنسان فاشل، أنه أنت ممرض أو ممرضة عديمين الفائدة. لا طبعا، الاختبار هذا يقيس زي ما قلت لكم قدرتك المعرفية والعملية في حل المسائل، أو في طريقة استخراج الجواب الصحيح، أو في طريقة إدارة السيناريو اللي راح يوضع لك في الاختبار. أبدا الاختبار ما هو تحدي أكثر من أنه يكون طريقة لكي تحفز الممرض أو الممرضة على استرجاع المعلومات وعلى تشغيل مهارة التفكير الناقد، critical thinking to answer any situation. بالتالي أنت بالعكس لا تعتبر هذا الاختبار تحدي لك أو تعجيز، هذا الاختبار راح يطور من مهاراتك إن شاء الله، وراح يجعلك مؤهل أن تخوض امتحانات أصعب مثل امتحان الإنكليكس وامتحانات الماجستير وامتحانات الدكتوراه. طبعا طريقة التسجيل حسب ما وصلني من إحدى الزميلات، أولا تقوم بفتح ملف بقيمة 1460 ريال خلال الموقع، بعد ذلك ترفق صورة من البطاقة الشخصية، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي، وبطاقة BLS البيسك لايف سبورت. بعد ذلك يتم تنشيط الملف، بعدها اختيار المقعد ب900 ريال. ممكن يكونوا في ناس يقدمون الخدمات هذه اللي هي خدمات التسجيل لاختبار هيئة التخصصات الصحية، راح إن شاء الله أرفق برضو إذا في حسابات تقوم بالتسجيل لهذا الاختبار. للناس اللي يحسون أن الموضوع شوية complicated معقد عليهم، عادي يقدرون يستعينون بأشخاص يكون لهم باع طويل في هذا المجال أو في طريقة التسجيل لهذا الاختبار. طبعا مثلث النجاح pyramid to success أو pathway to success. أولا أهلا بك في مثلث النجاح، لازم تتعرف على نقاط القوة وعلى المناطق أو المواضيع التي تحتاج إلى مراجعة أكثر في مجالك أو في مجال التمريض. ممكن أنت تكون شاطر في أساسيات التمريض لكن ضعيف في الباطنة والجراحة، ضعيف في البيدياتريك، ضعيف في الكوميونيتي، ضعيف في السايكاتريك. فأنت مجرد ما تركزين على مناطق القوة أو على المناطق اللي تحتاج إلى مراجعة أكثر. الإيمان بنفسك وبقدراتك وبقدرتك على تحقيق النجاح والانضباط، طبعا يعتبر هذا الأساس لطريقك إلى النجاح. Strong positive attitude and the belief that you will achieve success and developing control. لازم تؤمن بنفسك وبقدرتك على أنك راح تتجاوز هذا الاختبار، لأنه لما تسمع رسائل سلبية من الآخرين اللي ما تجاوزوا هذا الاختبار، أنه اختبار صعب وأنه تعجيزي وأنه يحتاج إلى وقت طويل وأنه من المستحيل أنك تحصل على وظيفة وأنه راح يأخذ منك وقت طويل، أبدا، أنت فقط عليك الإيمان بنفسك وبقدراتك، وبإذن الله راح تتجاوز هذا الاختبار من المرة الأولى. examination process أو طريقة هذا الاختبار، أجراءات هذا الاختبار. من المهم أن يكون الطالب عارف طبيعة الاختبار أو طبيعة الأسئلة التي سوف يواجهها في الاختبار. طبعا مو تجلس طوال الفترة نايم ولا في مذاكرة ولا في أي اهتمام
ويلا على الله وبدخل الاختبار وبشوف ايش راح يطلع لي من اسئله. حليت حليت ما حليت حصل خير. لازم تتدرب على طريقه هذا الاختبار، تعرف طبيعة الأسئلة اللي راح تصادفك في هذا الاختبار، لأنه إذا كان الطالب على دراية بطريقة الاختبار راح يخفف التوتر والقلق الناجم من عدم النجاح، وأيضا من عنصر الفجأة وعنصر المفاجأة وقت الاختبار. برضو لازم يحدد الطالب جدول زمني دراسي زمني يقوم بمراجعة فيه جميع المعلومات السابقة التي تم دراستها خلال مرحلة الجامعية. طبعا من بداية الأساسيات التمريض انتهاء بآخر ليفل إدارة التمريض أو whatever that subject اللي تكون موجودة في آخر مستوى. طبعا هذه المهارات التي يتم اختبارها أثناء الاختبار أو يتم قياسها عن طريق هذا الاختبار. Level of Cognitive Ability أو القدرات العقلية أو القدرات الذهنية للممرض أو الممرضة. أول حاجة Knowledge، كمية المعلومات اللي أنت حافظها أو مخزنها في عقلك. Understanding، فهمك للمعلومات هذه، يعني مش مجرد حفظ وتكرير فقط، لازم تكون حافظ المعلومات اللي فاهم المعلومات اللي أنت حافظها. Applying، تطبيق هذه المعلومات في مجالك الصحي. analyzing وتحليل المعلومات هذه. sensitizing and evaluating، تقييم. والcreating اللي هو الإبداع. لا تعتمد فقط على الأشياء اللي تكون موضوع عندك، تقدر تبدع وتقدر تختلق حلول جديدة لبعض المشاكل. طبعا كلنا عارفين تدريب في التمريض يتطلب تفكير ناقد، يتطلب قدرة على اختيار القرار المناسب في الوقت المناسب. هذا بالنسبة لي level of cognitive ability. طبعا طبيعة الأسئلة ما هي سهلة ولا هي صعبة، لكنها موضوعة لتحاكي القدرة العقلية للممرض، الفهم، القدرة على التفكير، القدرة على التحليل، القدرة على التطبيق الفعلي للمعلومات التي حصل عليها خلال دراسته، زي ما سبق وتكلمت على level of cognitive ability. نتكلم عن client need. طبعا التمريض أو المجال الصحي يتمحور كله على المريض، client need أو احتياجات المريض. هيكل الاختبار أو framework of this examination يعتمد على احتياجات المريض، وتصنف إلى 4 نقاط كبيرة. أول نقطة إدارة الرعاية الآمنة والفعالة، safe and effective care management. إدارة الرعاية أو care management أو الحماية والتحكم في العدوى تمثل من 23 إلى 17% من نسبة الاختبار. طبعا تحتوي على الأسئلة التي من أولوياتها حماية المريض، تقديم رعاية آمنة، أيضا حماية المريض وعائلته من المخاطر المحيطة بهم في المرفقات الصحية أو المرافق العامة. So it is addresses the care delivery setting to protect client, family, significant other and visitor and healthcare personnel, and also addresses content that will protect client, family and significant others from health from environmental hazard in healthcare facility and community setting. تعزيز الصحة اللي خطوة رقم 2، تعزيز الصحة والمحافظة عليها أو ما يسمى بالhealth promotion and maintenance، تكون من 6 إلى 12%. طبعا الأسئلة هذه تكون خاصة بتطور حالة المريض، نموه للgrowth and development، مساعدة المريض على منع أي مشاكل صحية مستقبلا، أيضا مساعدة المريض على التعرف على الأعراض والعلامات التي تدل على تغير حالته الصحية، وتعزيز الصحة من خلال تطوير الممارسات الصحية السليمة. فأقول يعني أنه هي تغطي the principle related to growth and development and also assist the client and family member and significant other
to prevent the health problem أمنع أي مشاكل صحية and to recognize alteration in health and develop a health practice that promote and support the health. نقطة رقم ثلاثة السلامة أو النزاهة النفسية والاجتماعية psychosocial integrity. طبعا الأسئلة هذه يكون موضوعها عن دعم المريض للتكيف والتأقلم وحل المشاكل أثناء المشاكل الصحية، يعني كيف يقوم البيشنت أو المريض بالتكيف والتأقلم مع حالته الصحية، وأيضا تتضمن الصحة العقلية والنفسية للمريض اللي هي طبعا أقول إنه ability of the client and family and significant other to cope and adapt and problem solve during stressful event. بالإضافة إلى addresses the emotional and mental and social well-being. بعد كده عندنا السلامة الجسدية. طبعا السلامة الجسدية أو physiological integrity تحتوي على أربع نقاط أساسية. أول نقطة basic care and comfort اللي هي الرعاية الأساسية أو basic skill أو المهارات الأساسية اللي إحنا تعلمناها، مساعدة المريض في أداء مهامه اليومية. طبعا هذه تكون من 6-12% من أسئلة الاختبار. النقطة الثانية علم الأدوية والعلاج الوريدي pharmacological and parenteral therapy، وهي الأسئلة هذه تكون عن إعطاء المريض الأدوية الخاصة به، برضو الغذاء الوريدي اللي هي parenteral nutrition and سحب الدم نقل الدم أيضا للمريض. النقطة الثالثة تقليل المخاطر المحتملة reduce of risk potential، أني أمنع المضاعفات التي تحدث للمريض أو ممكن أن تحدث للمريض أو المشاكل المتعلقة بحالة المريض. التكيف الفسيولوجي أو physiological adaptation يمثل من 11-17% من أسئلة الاختبار. تقديم الرعاية للمريض المصاب بمرض خطير على حياته أو مزمن أو حال.